يعني الاساينمنت المطلوب منك انه انا بدي اياك تطلع على هذا الارتكل، هذا الارتكل بيورجيك كيف انت ممكن تبني لانجويج موديل بالبايثون. فبالتالي عندك هذا البيس اوف كود فعليا ببني لك لانجويج موديل فبناء على كوربس معين، فبالتالي انه من خلال هذا الكود بتدي له فريز معين فبروح بيجيب لك كل النكست وورد كانديديت بناء على هذا الكونتكست. وهذا مثال تاني لإله. وهذا الكود انه انت كيف تعمل جنريشن لراندوم تكست باستخدام الانجرام موديل. تمام. الان اللي مطلوب منك انه انت بدك تاخد هاي الوصفة انه انت تطبقها وتعمل لي جنريشن، بديك تألف لي قصص. من وين بدك تجيب القصص؟ بدك تروح على عندي هنا تروح على الريبوزيتوريز وتدخل في الكيورد هنا ستوريز. هاي Arabic Stories Corpus تفتحها. هذه فقط أنا جمعت لك إياها من 6 أيام تقريبا. تمام. هاجيت القصص هاي وينها؟ هايو قصص.com قصص.com.txt. هذه القصص كلها مجمعة هايها هنا، إنه هذه الـ HTML تبعها. هذه قصص من موضوع من هذا الويب سايت، وفي من قصص. انت في عندك الثلاث فورمات اللي هو الجيسون والHTML والتكست. انت بهمك التكست. التكست هذه عبارة عن هيها ملفات، كل ملف لحال عبارة عن قصة لوحدها. لو فتحتها زي هيك، قصة رعب حصلت لي في المنزل. تمام. فهذه هي القصة. هجت هذول الملفات كلهم، التكست كلهم رحت انا جمعت لك اياهم في ملف واحد. هاي بالضبط، هاي حطيت لك اياه برا اللي اسمه قصص underscore com dot text. حتستخدم الملف هذا اللي هو فيه كل القصص. بتقسمه يعني ما فيش داعي للتقسيم لانه بدناش. لا لا، ممكن تستخدمه لانه يعني تقسمه لترين وتست عشان تشوف انه قديش اللانجوج موديل تبعك انه هو كويس. شفت انه هو كويس، ممكن تستخدمه في تأليف قصة. اديله ليلى وشوف ايش بيألف لك على ليلى. ليلى والذئب ومش عارف ابصر ايش، يعني بناء على الاشي اللي هو تعلمه بالضبط. يعني هو بيدي بعد التريننج انه يريده انسين داتا او انسين. لا، بدك تدي له سيد كلمه او بالضبط زي شانون جيم. شانون جيم اللي هي شفناها احنا المحاضره اللي فاتت. لا لا لا، هاي شانون جيم. فبالتالي هنا اختار بايجرام، راندوم بايجرام حسب اللانجوج موديل اللي عندك. انت حر، انت ممكن تبني بايجرام، ممكن حدا تاني يبني 3 جرامز، ممكن حدا ثالث يجي يقول لا انا بدي اجرب 5 جرامز. هذا الاشي متروك لإلك. يعني بمعنى اخر الاساينمنت هذا هو بديك تثبت المفاهيم تبعت اللانجوج موديل اللي شرحت لك اياه. ما فيش فيه صعوبة على الاطلاق، وانت بتجمع فيه علامات. يعني اللي بجمعش فيه علامات بيكون واحد مش تيت. واحد انون. تمام. فبالتالي اللانجوج موديل هذا بايجرام، فاخترنا راندوم بايجرام انه بدايه الجمله اي، لانه هذا عباره عن توكن موجود. تمام. وبناء عليه اي وانت تو ايت ا تشاينيز فود، I want to eat Chinese food. فبالتالي انه بدك تستخدمه بشكل اتراتيف. انت لو طلعت على الكود هنا هي نفس ايش هذا؟
هو هذا السايت هذا بالضبط. هي اتريتيف بروسيس كود جاهز بس بمجرد انه تبدأ تكتب ما عليك الا انت تجرب مره 3 جرامز مره 4 جرامز مره 5 جرامز وتشوف ايش حيطلع لك نسخه ربيش اكيد بطبيعه الحال بس انه انت ثبتت الكونسبت فبالتالي اسايمنت يعني براكتيكال علاماته في الجيبه بيساعدك انه انت تستوعب اللانجويج موديل بشكل برمجي انه اكثر يعني انه انت تطبق. هذه شغله. الشغله الثانيه الاسايمنت الثاني اللي انا بدي اياه طالبه منك والله الاسايمنت يا جماعه على مصلحتكم لا والله لسه الاسايمنت الثاني لو طلعت كمان بصير في أربعة كمان إنه أنت عندك هنا Learn to classify text هذا الكتاب Natural Language Processing with Python حمشي لك فيه اليوم شوية لأنه برضو عملي وبراكتيكال بالضبط حاجات بديك تروح لهنا Learn to classify text وانتو يعني مر عليكم التكست classification قبل هيك تمام؟ حاجات هذا ايش الفكرة تبعته؟ الفكرة تبعته انه انت في عندك ملف female.text وملف email.text هذا ايش فيه؟ اسماء اولاد وهذا اسماء بنات تمام؟ حاجات هو بده يبني classifier ايش وظيفته؟ انه تديله الاسم يقول لك انه الليبل تبعه ميل ولا فيميل احمد ميل اسماء البنات بتنتهي بالا يعني في الغالب نداء او نداء صفاء اسماء يعني شايف في 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 باتن معين تمام فهو ايش راح يعمل راح ايش سوى هنا ولا لا وين شفنا احنا الباراجراف اللي كان يبين فيه انه مش هنا نشوف طيب هذا وين شفنا يا محمد في أي شابتر شفناها اللي كانت الأسماء أنالتي كي بس أي واحدة Text tokenization when writing structured program lexical resources tokenization شابتر في الاناليتيكي لحال
هذه الرسمة هي هنا حمل الميل وهنا حمل الفيميل تمام. هي انت عندك اسماء بالانجليزي تمام. اجى عمل بلوت انت عندك للاحرف كلها وايش فكر؟ فكر انه نهاية الكلمة نهاية الكلمة بالضبط نهاية الاي هيها يعني حسب الفريكوانسي. في شوية ميلز انه بينتهي بالاي تمام بس الاغلب انه فيميل. فهنا اي برضو فيميل ان لا عن انه اثنين نفس الاشي يعني في عن في الاس وفي الواي الواي لا في تداخل بس هذه انه فيها فروقات واضحة. فبالتالي هنا ايش فكر انه يبني الكلاسيفاير انه ياخذ نهاية الاسم وبناء عليه او يعني انه يتعامل معاه كأحرف انه بناء عليه انه هو يبني كلاسيفاير نايف بايس وانه يصنف الاسماء زي هيك. فبالتالي هنا learn to classify text بالضبط هاي هنا انت بترتب الفيتشرز تبعتك وهنا استخدم نايف بايس كلاسيفاير. هذا انا مش هشرحه لانه مر عليكم اصلا في التكست مايننج فبالتالي انت بدك تستخدمه استخدام هنا تمام. فهنا كلاسيفاير دوت كلاسيفاي نيو هذا ميل ترينتي فيميل. عارفين نيو وترينتي عارفينهم؟ شكسبير ايش عارفين فيلم ذا ماتريكس؟ نعم فيلم خيال علمي تمام. فبالتالي هنا انه الموست انفورماتيف فيتشرز اذا كان اللاست لتر اي هذا على فكره نايف بايس كلاسيفاير انه بناء على probability انه 32 لا واحد انه التصنيف بيكون ميل في ميل يعني 32 لواحد يعني كل 32 في ميل تنتهي بالاي بيكون في واحد ميل بينتهي بالاي. هاي معنات هذا الكلام. وهنا نفس الشيء الكي والبي الكي اكثر للميل والبي اكثر للميل زي هيك. فبالتالي ممكن تستخدم هذا الاسلوب ممكن تشوف اسلوب ثاني. هجيت السؤال انت من وين بدك تجيب اسماء؟ الاسماء موجوده وين موجوده؟ موجوده عندي هنا. تروح على ال NLP ممكن اورجي لك اياها لوكالي هيها هنا لانه انا عندي نسخه من الريبو لوكالي. فبتروح على الكوربس وفي الكوربس هيو نيم نيمز فيميل ونيمز ميل. هذه عباره عن لسته جمعت لك اياها انا. الليسته هاي يعني انا كنت شغال فيها على تاسك تاني على بروجكت تاني تمام مرتبات بشكل الفابيتك. في شغلات انت ممكن تستبعدها في شغلات ممكن انه انت تخليها يعني انه انت اذا انت شايف انه الاسماء هذه يعني انه بيسبب ربكه فبالتالي انت ممكن تستثني. هاي الاسماء محتاجه لمراجعه فبالتالي حيكون في بونص للي بيعمل مراجعه لهاي وبيستثني الكلمات اللي بدها مراجعه يدوي. يعني انت عندك حوالي هنا عندك حوالي 1001 اسم هدول اللي انت تراجعهم يعني مثلا على سبيل المثال هذا نمرة لا في اسم في ميل ميل اه
ميل آه. في ولد اسمه نمرة بالضبط. في شغلات غلط في صحيح. هجيت اللي بيسبق هو اللي بيعمل اول, اللي بيعمل لي اللي بيعمل لي pull request في الجيت هاب على الريبو تبعي على هذا الـ NLP هو اللي بياخد البونص. علامة واحدة يعني بس علامة منية تمام. لا هذه يعني على السريعة يعني ممكن هذه اي حد عندكم في البيت بيسويها يعني. يعني تعال شوف هدول الاسماء يعني حدا يعني اخوك الصغير اختك الصغيرة مش عارف ابصر مين بديعة هيها مكرر. لا هذه بديعة بديعة هذه تي مربوطة وهذه ها موجودة بدور بدرية بدرة كيف؟ لا 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 انا عملت لهم صورت الفابتك عشان انت هيك شايفهم انه السورس I can't tell you مش حقدر لانه حد اشتغلت عليه في مشروع يعني تم تجميع يدوي من من مواقع حتلاقي الفيميل اكتر شوية من الفيميل انه انا اشتغلت على الاسماء الفيميل اكتر من اسماء الميلز لانه كان المشروع له علاقة ب بالجندر إكواليتي يعني انه على سبيل المثال كان يعني احنا عادة في الجرامر يعني انه مثلا قامت سوزان رئيس دائما احنا بنحكي سوزان المدير بس هي المفروض نقول مديرة. فكيف انت بدك تحدد الشغلة هذه انه بدك انه يكون في عندك لستة من اسماء البروبر نيم تبعت فهجيت هاي اول حاجة يبقى التاسك الاولى انت عندك مطلوب مراجعة لهم تمام تستثني الشغلات الغلط الشغلات اللي هذه واضح انه هي غلط شهرات الشغلات اللي بالضبط هذه انه يعني ممكن يكون قد يكون الاسم هذا فارسي او قد يكون الاسم هذا موجود بس انه ما دام انه هو وجع الراس استثنيه يعني انه زي هيك شيراز وشاهيناز هذه كلها اسماء ايرانيه يعني فارسيه نعم موجوده لا معروفه شاهيناز وشيراز معروفه لكن هذه شهرات ما عمروش مر علي يعني شويكار تمام اوكي فبالتالي المطلوب تراجع الاسماء وتبني كلاسيفاير انه يصنف لك يعني هذه نوع من هاي الاسايمنت الثاني وهذا في معك وقت برضو انه انت تسوي هذا يعني هذا واحدة من التطبيقات اللي قد تكون انه يعني انه انت مطلوبة بالنسبة لك انه انت تبني موديل انه يحدد لك انه هذا ميل ولا في ميل انه يعني مطلوب في كتير شغلات يعني يعني انا على سبيل المثال اسم بياتريس بياتريس كنت اتعامل مع طول الوقت اتعامل معاه بالايميلات وكنت بعتبره انه هو في ميل ولكن المفاجاه انه مش في ميل نعم بياتريس اسم فرنسي برضو كان في عندنا واحد تاني بيشتغل في السبورت اسمه تينا تينا تينا
اه ما انا بقول لك واحد عندنا في السبورت اسمه تينا. ف فهذه فيها برضو تطبيقات في السيكوريتي، انه انت بيجي عندك اسم معين، انه انت بدك تحدد من الاسم هذا هل هو ميل ولا في ميل وانت مش عارف. فبالتالي انت ممكن تبني كل لغة في لها يعني انه نمط معين، بتلاقي انه زي ما حكيت لك احنا عندنا نداء وفداء وكذا وكذا وكذا، انه هذه الف همزة هذا اكيد في ميل، انه زي هيك اوكي. اول بروف في الموديل، اول بروف في الموديل. تمام. كان لا تنفع فكره مره مفيده للفيسبوك الواتس صحيح خاصه على ولا في. طيب هدول بالنسبه للتو اساينمنتس. نيجي الان لهذا الكتاب عشان انا ادي لك انه فكره من البدايه. نعم هذا الكتاب. Natural Language Processing with Python. طيب حاجات نيجي الآن. الكتاب هذا من يعني أوائل الكتب في Natural Language Processing بالبايثون تحديدا، يعني كNatural Language Processing كعلم في كتب قديما أقدم منه بكتير، لكن إنه أوائل الكتب في البايثون كان هذا الكتاب، وكانت هذه النسخة الأولى منه. طبعا إحنا بنحكي على Second Edition، هذه النسخة الثانية موجودة إنه كOpen Access، هذا هو المفيد فيها. تمام. وبيشتغل طبعا أكيد compatible مع بايثون 3. طبعا first edition كان إنه متوافق مع بايثون 2. تمام. فبطبيعة الحال طبعا هذا الكتاب بدرسوه تعون يعني حتى اللي مش من تخصصات علوم الحاسوب أو ما لهمش علاقة بالآي تي. فبالتالي لو انت كنت جديد في البرمجة او حتى جديد في البايثون بشكل عام، فبالتالي انه بيعطي لك الاساسيات. فبالتالي هذا الكتاب يدرس للاشخاص اللي عندهم باك جراوند في الارت والهيومانيتيز اللي هو العلوم الانسانية والاداب. تمام. اللي هو تخصص لغة عربية، تخصص تاريخ، تخصص، لأنه بيعطيهم powerful tool عشان يدرسوا التاريخ وعشان يدرسوا يحللوا اللغة. وكذلك ممكن يعطى للأشخاص اللي عندهم background في science والengineering. طبعا إيش الهدف لكل فئة؟ طبعا هذا الإشي ممكن إن هو يتقاطع. الهدف إنه من ناحية language analysis إنه أنت تعمل manipulate large corpora وتعمل explore للlinguistic models وتعمل test للempirical claims. يعني على سبيل المثال في الارت إنه أنا بدي أشتغل مثلا في مجال الصحافة. تمام. وباجي بقول إنه بدي أدرس أسبانيا في الإعلام البريطاني. هذه شغلة كتير مهمة، أنت تيجي تدرس بلد معين في إعلام بلد تاني معين، وهذه كتير من الشغلات المطلوبة وفي لها يعني أبليكيشن، بزنس أبليكيشن يعني. فتيجي أنه أنت تطلع أنه هنا ليش بنحكي هنا claims، أنه بيجي لك الصحفي بيجي بقول لك اطلعت لي على الصحف يعني الصحيفتين ثلاث صحف، لقيت انه الاعلام البريطاني بيحكي عن اسبانيا انه هدول ناس كسلانين، هدول ناس ما بينتجوش، هدول ناس عندهم ديون على الاتحاد الاوروبي، اشياء من هذا القبيل، اشياء نيجاتيف. تمام. كيف انت ممكن تدعم هاي الشغله؟ فممكن تستخدم ادوات الان ال بي. تمام. وتاخذ لارج نيوز كوربوس من بريطانيا. تمام. وتروح تستكشفها باستخدام موديلز معينة وتشوف مدى صحة هذه الفرضية أو هذه الكليمز، هذه الادعاءات فعلا، إنه والله إيش السياقات اللي بيوجد فيها ذكر لأسبانيا.
انه اسبانيا هدول اقتصادهم كويس ولا اقتصادهم تعبان ولا اقتصادهم كذا. فبالتالي انت بتروح بتجيب فريكوانسيز وبتروح بتورجي الشغلات هذه، زي ما احنا ورجينا في هذيك المرة انه احنا شفنا مثلا على سبيل المثال ايش الاكثر الشغلات اللي بتركز عليها الجزيرة، ايش الشغلات اللي بتركز عليها البي بي سي، ايش الشغلات اللي بتركز عليها بالضبط. تمام، هنا ايش بيركزوا؟ بيركزوا على التكنيك في الديتا موديلينج، تمام، والديتا مايننج والنوليدج ديسكفري تو انالايز ناتشورال لانجويج. تمام، هنا في اللانجويج تكنولوجي بيستخدموا لينغويستيك الجوريثمز وديتا ستراكشر عشان يعمل في الروبست ناتشورال لانجويج بروسيسنج. يعني على سبيل المثال في الالجوريثم ممكن يخترع له ستيمينج الجوريثم، ممكن يخترع له الجوريثم للسنتنس باوندري ديتكشن. تمام، اما هنا بيركزوا على يعني انه يبني سيستم انه يعمل لينغويستيك تاسك معينه بتكون في لها ابلكيشن معين. اما هنا التركيز على الخوارزميات اكثر، فبالتالي هذه بتكون مور انترستينج اكثر انه انت انه تروح باتجاهها. فبالتالي انت لما تروح بهذا الاتجاه بتروح يعني زي كانه تشتغل شغل الصحفي او تشتغل شغل المحلل اللغوي، انه انت بتشوف ايش السياقات اللي بيروح في اتجاهها. تمام، فهي هذا الكتاب، هذه الموديولز اللي فيه، هذا المقدمه تبعته، بس حبيت ان انا اورجي لك ايش الجزئيه هذه. طبعا كيف انه انت تتعامل مع البايثون، هنا بورجي لك مكتبة الانالتيكي كيف تتعامل معها. طبعا import analtk هذه ضروري جدا ان انت تتعامل معها، حتضطر تتعامل معها في الاسايمنت انت عندك عشان تبني الكلاسيفاير لتصنيف الاسماء ميل وفي ميل. طبعا هاي بيجي معها باكيجز تحتاج تعملها داونلود، فبتنفذ هاي الكوماند analtk download، فبروح بجيب لك يعني انه هذه عبارة عن مودلز جاهزة وشغلات جاهزة. يعني مثلا part of speech tagger عبارة عن tree bank، انه هذا verb noun كذا كذا، انه معمول على شكل tree، parsing tree شجرة اعراب، انه هذا فعل او هذه جملة، جملة والجملة هذه تيجي جملة اسمية وجملة فعلية، الجملة الفعلية انه هيك تصنيفها زي هيك. فانت ممكن تعمل داونلود هذول الباكيجز عشان انه انت تقدر تستخدمها. حقيت في بعض النصوص الجاهزة انت عندك في الانالتيكي from analtk.book import، فبيجيب لك انه انت في عندك تكست واحد، تكست اثنين، تكست ثلاثة، عبارة عن تكست دوكيومنت. فهي تكست واحد عبارة عن تكست اوبجكت زي هيك، تكست اثنين هاي سيرش للتكست، كونكوردنس، الكونكوردنس انت بتشوف السياقات اللي ذكرت فيها هذه الكلمة، فبروح بجيب لك كل الجمل اللي ذكرت فيها هذه الكلمة. طبعا هذا الشيء انت ممكن تسويه انت عندك ببساطة زي هيك، بس خليني افعل انا عندي البيئة. import analtk، وهنا بدك تعرف تكست معين، فبتقول انه تي واحد بتساوي analtk dot text، تستدعي الكلاس تبعه. تمام، وممكن انت تقول له هنا تدي له تكست وتقول له hello احمد، هنا dot split، انت فعليا انه زي تي واحد بالضبط زي هيك. فبالتالي بتقدر تجيب الكونكوردنس والشغلات هذه بسهولة جدا بالضبط. يعني هاي انه انت الآلية انه انت تتعامل معها. طب جيب لي الكلمات السيميلر لهذه الكلمة. تمام؟ كل المرات
DIR بالضبط. يعني هنا بتعمل DIR T1 بيجيب لك. في عندك plot, في عندك count, في عندك this prison plot, هذه حورجي لك إياه الآن. readability هذا عبارة عن مقياس للreadability, وهي similar, وهذا بتقطع لك إياه لتوكن. فبالتالي لو قلت t1.tokens لحاله عمل tokenization. في عندك sentence tokenization, في عندك الفوكاب انه لو مثلا هلو احمد هلو, فبيجيب لك الفوكابري هلو احمد, لانه بيشيل التكرار انه زي هيك. هذه الريدابيليتي بترجع لك السكور للريدابيليتي. يفترض انه لو انه احنا هي مش ميثود readability dot, يفترض في طريقة معينة انه انت تطلع فيها السكور, مش مستحضرها انا الان. readability score اللي هو انه بوضح لك اياه, هل هو easy to read ولا hard to read ولا كذا, طبعا مبني على algorithm معين. هذه انت بتشوف هنا الكومن context, هاي this prison plot شو هذا؟ هو فعليا انه بيروح بيجيب لك انه بيحدد اللوكيشن تبع الكلمة, بمعنى اخر قديش how many words from the beginning it appears, يعني الword offset. بمعنى اخر انه هادي تكست اربعة, رحت قلت له this prison plot اديته citizen democracy freedom بالضبط انتشارها في بالضبط. هذه انه هي مذكوره طوال التكست تبع الدوكيومنت بالضبط. هذه مش مذكوره, ذكرت بشكل نادر في كيف هنا هي بورجي لك اياها من البدايه قديش انه التكرار تبعها من البدايه. يعني مثلا على سبيل المثال افترض انه انا رئيس لبلد معين وقاعد بعطي خطاب, بدك تحلل الخطاب هذا. انا طول الخطاب وانا قاعد بحكي 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 بحكي, وبعدين بعد الخطاب بنصف ساعة حكيت عن الديمقراطية. فبالتالي ببين انت عندك في البلوت انه الديمقراطية انه هذه هيك بياض 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 في الاخر, انه بس ذكرتها مرة واحدة. بينما رئيس تاني بيجي تيجي في الحملة الانتخابية تبعته انه تعال انت شوف شو اسمه, بيجي بيقول لك احنا بدنا نعزز الديمقراطية, احنا بدنا نشخلع الديمقراطية, احنا بدنا ندلع الديمقراطية. فبتلاقي انه ديمقراطية ظاهرة عنده, فبيورجي لك كل واحد على ايش بركز. مش تكرار الانتشار بالضبط, بالضبط انه طوال السبيش طوال النصف ساعة انه قديش دي, يعني انه مقدار انه مش بالضبط, مش انه تكرارها فقط انه كتكرار بالضبط. فهذا بتكون مفيده من هاي الناحيه. هنا الفريدوم انه ركز عليها في الاول وبعديها هي في الاخر بدا يركز عليها بشكل كبير. تمام, هادي جنريت بتعمل جنريشن لا راندوم تكست, طبعا بناء على ايش؟ بناء على لانجويج موديل. لانجويج موديل هذا من التكست ثلاثة نفسه, من النص نفسه. فبالتالي استخدم نفس المبدأ اللي هو شانون جيم. هذا الكاونتينج فوكابري والشغلات هذه احنا مرينا عليه. في عندك حاجة اسمها عرف ميثود اسمها ليكسيكال دايفيرسيتي, مقدار تنوع النص. تمام, انا على سبيل المثال طلبت منكم بيبر, سلموني بيبر, تكتب لي بيبر, وبدي اروح احلل البيبر هذه بشكل اوتوماتيك لكل واحد فيكم. فبدي اشوف مقدار تنوع الفوكابلري اللي انت بتستخدمه, فممكن انه انت تقيسه على باستخدام هذه الداله اللي هي عباره عن الفوكابلري تقسيم التوكنز. فبالتالي هنا تكست ثلاثة قديش مقدار الدايفيرسيتي تبع الفوكابلري؟ 6 من 100, لكن هذا 13 من 100. تمام,
لو انت بدك تقيس انه البرسنتج بين هذا وبين هذا، انه هذا الفوكابلري اكثر بنسبه 80% من هذا الفوكابلري، في تكست 5 اكثر من تكست 3. تمام. فهنا على سبيل المثال انت عندك نصوص معينه، انه هنا فيكشن ساينس، هذه بريس صحافه ريبورتاج تقارير صحفيه، هذه فيكشن رومانس، تمام، خيال علمي رومانسي. فبالتالي انه قديش مقدار التوكنز والليكسيكال دايفرسيتي في كل واحده، انه بتورجي لك هذه كذلك انه احنا شفناها في، تمام. هذا الاندكسينج انه كليست، هذه مرت علينا في البايثون شرحت لكم اياها، هنا الفاريبل كيف تتعامل معاه كقياس لسترينج فريكوانسي كاونت. في انت ممكن انه انت تتعد الفريكوانسي تبع النص كله زي ما احنا بنينا الديكشنري، في عندك هنا فريكوانسي ديست موجود انه جوات الاناليتيكي، تعمل له هنا فريكوانسي ديست وبتجيب لي الموست كومون 50، بروح بجيب لي اياهم زي هيك. كيف؟ تكست فيجواليزيشن، تكست فيجواليزيشن، نعم. ممكن في تاسك معينة أجيب، يعني إنه في، يعني في تاسك تحليل الكوربس أنت عندك بدي إياك تجيب لي أطول الكلمات، هو أعتبر أطول كتاب جاب كل الكلمات اللي طولها أكثر من 15، فبالتالي هاي طلعت معها لستة من الكلمات اللي فعلا إنه هي طويلة. طيب الآن مفهوم البايوغرام، مفهوم البايوغرام هذه عبارة عن ميثود برضو موجودة في البايثون، فبالتالي انت ممكن تدي له لستة زي هيك more is said than done. شو معنات هذا الكلام؟ اللي بنحكى اكتر من اللي بنعمل، بدنا نعمل منه بايوغرام. فبالتالي بدك انه هذه كتوكنز انه بنفس الاوردر هذا انه تمررها لهذه الدالة، فهنا more is هذا عبارة عن بايوغرام، is said diagram، فبالتالي بتلاحظ انه جاب لك كل الكومباينيشن، لانه هذا وارد انه زي كانه انت بتاخذ زي هيك هنا more is said more less than ايش كانت than done. فبالتالي انت بتجيش تقول انه والله هدول اثنين بدي اخذهم وبعديها تيجي تقول لا هدول اثنين اللي بعديهم بدي اخذهم، لا بدك تاخذ كل الاحتمالات انه هدول الاثنين وبعديها هدول الاثنين is said وبعديها said then وهكذا. وبناء على الفريكوانسي برضه ممكن تعمل بروننج بالضبط، ممكن نشتغل على الكاركتر ليفل بالضبط. اه هذا حتمر علينا في الديب ليرنينج انه احنا حناخذ بعض المودلز بناء على الكاركترز، برضه ممكن انه احنا نالف نصوص باستخدام موديل انه معمول له تريننج على الكاركتر ليفل. تمام. اوكي، فهي بالنسبه للجزئيه الاولى. ممكن انه يعني انتقل لك بشكل سريع لهاي، هادي لانجويج موديل، هاي توكنايز words and sentences with NLTK. تمام. ففي هاي، في هاي يعني هاي بشكل جاهز انه انت ممكن انه انت اورجيك كيف ممكن تعمل
tokenization يعني انت عندك هاي from NLTK tokenize import word tokenize في tokenizer جاهز تمام بدل ما انه انت تغلب حالك انه انت تعمله فانه طلع لي على هذا المثال text بتساوي God is great I won a lottery تمام ف يعني هذا لو بدك تعمله تكنايز كوورد بدك تاخذ بعين الاعتبار انه هذه تفصلها لحال وهذه تفصلها لحال عشان مفهوم النورماليزيشن بلاش انه هو يجيب لك هنا لوتري ولوتري بنقطه ونفس الشيء بالنسبه لجريت هنا وجريت بعلامه استفهام فبالتالي هنا التوكنايزر بياخذ بعين الاعتبار هاي الشغله زي ما انت شايف تمام إيه هنا لو طلعنا على السنت sentence tokenization انه بدل ما انت برضو تغلب حالك بتصير تقول اذا كانت نقطة والنقطة هذه لحسن تكون DR دكتور او كذا فهو الموديل هذا موجود وجاهز عنده الالغوريثم هذا وانت ممكن انه انت تستخدمه فبالتالي هنا هذه انت عندك نقطة وهذه علامة علامة تعجب فبالتالي كل واحدة ممكن تعتبرها عبارة عن جملة لوحدها God is great هذه جملة وهذه I won a lottery جملة تانية لوحدها بدعم العربي بدعم العربي تمام هجيت هنا هذا الكلام أنا جربت لك إياه على الكولاب الكولاب زي ما حكيت لك إنه أنت ب إنه أنت بتشتغل نوت بوك على الكلاود جوجل كلاود فأنت بتفتح إنه زي ما أنت شايف أنا هنا شغال على بيئة بايثون 3 فزي النوت بوك اللي احنا عملنا هاي عملت امبورت للNLTK وهي الداونلود عملته تمام تعال انزل تحت هنا هاي تكست مثلا وعملت وورد توكنايزيشن للتكست هذا التكست طبعا انت لما تلاقي تريبل كوت ايش معناته في البايثون مالتي لاين سترينج لا إذا كان في بداية السطر هو عبارة يعني تكست بتساوي هذا عبارة عن ملتي لاين سترينج نعم بالضبط إذا كان في عندك سلاش إن وشغلات زي هيك فبالتالي إنه هي عملها توكنايزيشن هي الاستمر اللي إحنا درسنا الاستمر بدك تطبقه بطريقة عملية إنه بورتر NLTK بورتر استمر ف اول حاجه بدك تقطع تمام وبعديها بدك تروح تلف على كل كلمه انت قطعتها تعمل استيم لها فبالتالي هنا دينيس صارت ديني لسن ضلت زي ما هي سترينج طيار الاي وومن زي ما هي لاينج صارت لاي ان باونس طيار الاس تبع الجمع وهكذا زي ما احنا شفنا الالجوريثم تبع الاستمر كذلك في الليميتايزر برضو امبلمنتد في NLTK ممكن انه انت تستخدمه فبيجيب لك الليميتايزر بيرجع لي الكلمه للبيزك فورم اللي له معنى اما الاستيمينج بروح بيجي بشيل البريفكسز والسفكسز اللي موجودة في الكلمة صحيح أصغر وحدة نعم يعني على سبيل المثال رجعنا هنا من الأول هنا lying صارت lie هنا وهنا ضلت زي ما هي كلمة بالضبط لكن distributing شال الأس في المتزيل هنا distribute شال الإي نعم
هذه تكون ال الليميتايزر لا مش statistical بناء على مش بناء على موديل على لكسيكون لكسيكون معجم تمام. حاجات في عربي اكيد بطبيعة الحال في عربي اسم الاستمار ISRI استمار بناء على اسم الانستيتيوت اللي هو Information Science Research Institute في لاس فيغاس تمام University of Nevada. فكيف بدك تستخدمه؟ بدك تعمل from NLTK stem I Siri import I Siri stemmer بتعرف منه object بتعمل stem لإعلاميون بيجيب لك علم برجع لك إياه للروت تمام. وهنا عندك مثلا هذا نص بالعربي سافر المسافرون بالطائرة واستمتعوا كثيرا بالرحلة. فبعمل tokenization هيو split. السبليت تبعي بسيط بناء على السبيس ممكن تستخدم التوكنايزر تبع الالتي كيب تمام. ورحت عمل جبت الستيم تبع كل كلمة فبالتالي هنا سفر سفر طائر متى رجل كثير رحل تمام صحيح صحيح مش بيرفكت. وحكينا حتى البورتر ستيمر مش بيرفكت حتى البورتر استمر في الانجليزي مش بيرفكت تمام. في برضو قاسمز عربيك لايت استمر هذا لايت استمر في فرق بين اللايت استمينج وهذا بيرجع للجذر تمام. فهذا هيو في الجيت هاب تمام صحيح نعم. فبالتالي انت بتعرف انه الاستمر اللي بدك اياه عربي تمام. وبتروح هنا فسميتموها سمي بالضبط فمرجحهاش للجذر لانه الياء المفروض انه هي تطير بالضبط. تمام فهذه انا احط لك اياها هذا واحد مشهور اسمه طارق زروقي كتير ناشط وبيعمل طول كتير في العربي. هو من الجزائر وعامل هذه المكتبة اللي هي اسمها تشفين يوسف تشفين بالضبط يوسف بن تشفين صحيح نعم. هو اللي فتح ال دولة المرابطين أعتقد صحيح نعم. فهاي هذه الفيتشرز تبعت الهاي يعني على سبيل المثال بتعملها import وهنا مثلا كلمة أفتضاربنني تمام. فممكن انه انت تجيب الستيم تبعها ضارب وممكن تجيب الروت ففي فرق جايب هي في فرق بين الروت والروت هنا ضرب اما الستيم تبعها الجدع تبعها ضارب عشان هيك في خلط بين الروتينج والستيمينج كمصطلحات بين العربي وبالانجليزي. هو احنا عندنا في العربية بدك ترجعه للاصل تبعه للجدر تبعه اسمه روتينج مش ستيمينج بالضبط. وهنا ممكن يجيب لك البريفكسز وممكن يجيب لك السفكسز بالضبط. فكتير انه هي مفيدة انه انتو تستخدموها. فالنوت بوك هذا ححط لك اياه فبرضو تطبيق على الاشي اللي فات انت برضو ممكن تستخدمه في تطبيقات عملية سواء كنت انت تستخدمه في بحث او ممكن تستخدمه في keyword expansion او في اي شغلة من هذا القبيل. لو انت كنت بتعمل مثلا بتصمم ويب سايت معين تمام وبدك مثلا انه توسع كلمات البحث او تحسن نتائج البحث ممكن تستخدم شوية
بهارات من الـ NLTK عشان انه انت تحسن النتائج تبعتك او تحسن طعم النتائج تبعتك. تمام؟ كيف؟ او تقول انه اشتغلت او تقول انه انت اشتغلت. تمام؟ اوكي. طيب بنضل الجزئيه هذه تقريبا ممكن ناخذ فيها نص محاضره او اعتقد لا احنا هيك بنكون خلصنا. ولما احنا اخذنا التوكنايزيشن والسنتنس سنتنس توكنايزر والشغلات هذه تقريبا كل الاشياء هذه بقيتها انت بتقدر انه انت تمر عليها لانه هذه انا ورجيتك اياها في صفحه بتورجي لك هذه مشروحها بالتفصيل. هيو هنا تاجينج ووردز يعني هنا انه هي عملت word tokenize وانه هنا البارت اوف سبيتش تاجينج انه هذه انا لسه اوريدي ما شرحتها. فبالتالي ممكن ناخذ يعني جزء بسيط من المحاضره الجايه هيك بنكون تقريبا خلصنا الجزئيه الاولى. بدنا ناخذ الامتحان وبعديها ان شاء الله ننتقل للجزئيه الثانيه. في حدا عنده اي سؤال او اي استفسار او اي من الملاحظات؟ كيف؟ تسريبات؟ والله بدك تراقب موقع الويكيليكس. صحيح. يعني هو مش فرض بس بقدم يعني بس اذا في